سعداء وفرحين ولا تسعنا طبعا مشاعر الفرح والتعبير. وكان يعني أبسط ما يمكن تقديمه هو أنه غني فرحا بمناسبة هذا النصر اللي نحن يعني نشوف أنه فاخر ومميز. وأقف عند كلمة سيدي صاحب السمو محمد بن راشد: فعلا المستحيل ليس مغربيا، المستحيل ليس عربيا، أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم. أبارك للمملكة المغربية الشقيقة ملكا وشعبا، فوزهم وتأهلهم لربع النهائي في كأس العالم، وهذا يعني القليل اللي يعني أقل ما يمكن تقديمه بهذه المناسبة. تقبلوا جل ودي وتقديري، أخوكم الفنان الإماراتي طارق المنهالي.